بعد 3 أسابيع من النقاش والشد والجذب في العاصمة الأثيوبية وعلو الآمال تارة وهبوطها تارة أخرى، جاءت الساعات الأخيرة باتفاق مكونات قوى الحرية والتغيير بشقي العسكري والسياسي، اتفاق لم تتضح تفاصيله لكنه حسم جدلا طال وأعطى الضوء الأخضر للمضي في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية بالتزامن مع البداية في مطلوبات عملية السلام. والحرية والتغيير صاغت رؤيتها الموحدة حول الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والتي تستجيب لمطالب شعبنا في السلام العادل والتحول الديمقراطي. توافقنا لأن هنالك إرادة لأن نتوافق على بناء سودان ديمقراطي حديث، وتوافقنا لأننا نحتاج إلى دولتنا ولتأسيس الدولة السودانية بعد ما طالت عليه عدم التأسيس لفترة طويلة. الاتفاق لم يكشف عن الآلية التي يمكن عبرها تحقيق التزامن بين تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء مع إشراك حملة السلاح، فيما لم تزل بعض الحركات المسلحة خارج منظومة التغيير. هذه الحركات هي جزء مننا، والقضية الوطنية هي قضية واحدة، وكما نحن ربطنا بعملية التحول الديمقراطي وعملية السلام، أيضا ربطنا عملية تحقيق السلام بالحركات الأخرى، وستكون هناك دعوات تقدم ومشاورات للحركات الأخرى الغير منضوية تحت منظومة قوى إعلان الحرية. تم الاتفاق على الإسراع بتكوين هياكل السلطة الانتقالية بمجرد الفراغ من صدور الإعلان الدستوري، وكذلك تم الاتفاق على أن يتم إدخال قضية ارتباط إنجاز السلام في الإعلان الدستوري. قضايا السلام والتحول الديمقراطي ومخاطبة جذور أزمة الهوية والمواطنة ظلت عصية على كل الأنظمة الشمولية وتلك التي أتت في أعقاب ثورات شعبية. توافق يأمل الشعب السوداني أن يكون هذه المرة خطوة في طريق طويل لوضع حد لنزيف مستمر وطلقات ظلت توجه على مدى أكثر من نصف قرن إلى بني الوطن الواحد. سعد الدين حسن، العربية، أديس أبابا.